سنة وحضراتكم بخير. العيد خلاص على الأبواب وأجواء العيد في الشوارع يعني حاجة تسعد وتفرح القلب. وزارة الأوقاف أعلنت امبارح استعدادها لصلاة العيد، عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد الكبرى، وقررت تشكيل لجنة عليا للإشراف والمتابعة على انتظام العمل الدعوي بالمساجد والساحات خلال صلاة العيد. وده كان برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني اللي دلوقتي بينضم لنا على الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وكل سنة وحضرتك بخير، عيد مبارك إن شاء الله. وعايزين نعرف من حضرتك ضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك، هل الصلاة هتكون في المساجد اللي بتتصلى فيها الجمعة؟ هل يعني الساحات هتتفتح للناس؟ حضرتك قول لنا الضوابط السنة دي. صباح الخير أستاذة هدير، وصباح الخير على أستاذ أحمد، وصباح الخير على كل مصري في كل مكان من الأرض. كل سنة وحضراتكم طيبين. إن شاء الله بإذن الله في إطار استعداد وزارة الأوقاف لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالفعل زي ما حضرتك تفضلت وقلت إنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة القطاع الديني وعضوية كل السادة مدير المديريات على مستوى الجمهورية من أمس حتى انتهاء صلاة العيد بإذن الله. إن شاء الله صلاة العيد هتقام في عندنا الساحات، عندنا مساجد كبرى، عندنا المساجد التي يقام بها صلاة الجمعة. يعني عندنا ساحات، عندنا مساجد كبرى، عندنا جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، كل هذه الأماكن بإذن الله سبحانه وتعالى سيقام بها صلاة العيد. وكمان احنا بنطمن سيدات الفضليات، بنقول لهم إن احنا نبهنا على جميع المديريات بفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد، ودعوة لجميع أطفالنا والمحبين في المشاركة أن هم يصلوا صلاة العيد. إن شاء الله سيكون هناك مخصص أماكن في الساحات للأطفال. وكمان احنا نبهنا على عندنا البرنامج الصيفي للطفل، حق الطفل القائم الان، احنا نبهنا على الساده الائمه ان هم يشرحوا كيفيه صلاه العيد لاطفالنا ويوريهم ازاي يصلوا صلاه العيد، ويتم تخصيص اماكن بالفعل ان شاء الله ستكون موجوده عشان الاطفال اللي يصلوا صلاه العيد في امان. نعم دكتور هشام، يعني كل سنه وحضرتك طيب طبعا، والامه العربيه والاسلاميه بالف خير يا رب. عاوزين نعرف من حضرتك، يعني هنا حضرتك تحدثت عن فكره العوده لما قبل جائحه كورونا، صح؟ يعني المساجد هتشتغل بكافه او بالطاقه الاستيعابيه الكامله ليها، والساحات ايضا فيما يخص صلاه العيد. تمام، والحمد لله. يعني يمكن بعد تم فتح المساجد والحمد لله عندنا برنامج الصيفي موجود. نعم. والحمد لله عندنا يوميا في المساجد عندنا دروس في العصر وعندنا دروس خاطره بالليل. عندنا برنامج الصيفي ده 3 أيام في الاسبوع، حد ثلاث خميس، وده مخصص لاطفالنا. يمكن الحمد لله في اقبال كبير جدا، وفي ثقافه وفي وعي رشيد من وثقه من اولياء الامور في برنامج صيفي للاطفال. وعندنا مقارئ للجمهور، وعندنا مقارئ نموذجيه، اصبح الان خليه نحر في المساجد قائمه بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل ثقه المجتمع في اداء وائمه مساجد الاوقاف. وعشان كده احنا يمكن تم اعداد وتجهيز الساحات اللي هتكون موجوده، وتم توكيل الامر فيها للساده مدير المديريات بالتنسيق مع الساده المحافظين او احنا عندنا كام ساحه كده تقريبا يا دكتور هشام؟ احنا سيبنا الامر مفتوح ومجال لكل مديريه وتنسق مع المحافظه، على اساس احنا لا نقيد احد، طالما ان الامر ان شاء الله باذن الله في سعه، فكل مديريه بتنسق مع الساده المحافظين في كله في مديريته حسب استيعاب وحسب تغطيه هذه الاماكن اللي هتكون فيها ان شاء الله باذن الله صلاه العيد. طيب يا دكتور، عايز اسال حضرتك عن المده الزمنيه للخطبه والتكبيرات، هل تم تحديد يعني مده ليها؟ بنتكلم كمان عن يعني موضوع الخطبه نفسها. هو ان شاء الله باذن الله احنا طبعا عندنا التعليمات ان خطبه العيد، خطبه ان شاء الله باذن الله عيد الفطر لا تتجاوز في حدود ال10 دقائق تخفيفا، يعني على وعارفين كلنا كل الشعب المصري بيبقى فرحان ومبسوط، وكله مستني عشان خاطر يروح يذبح ويعيد. اللي بيذبح بيبقى فرحان باقامه الشريعه الشعيره، واللي مش عم يذبح بيبقى برضه فرحان وسعيد بالعيد، وبيبقى في عمليه تكافل كده كبيره جدا في الشعب المصري اللي طول عمره باين وواضح التكافل الخيري. ويمكن ده واضح كبير جدا السنه دي في موضوع صكوك الاضاحي، التكافل والمصارعه الى الخيرات والمصارعه. بما ان حضرتك بتتكلم عن صكوك الاضاحي، لو تقول للساده المشاهدين يعني كانت عباره عن ايه السنه دي؟
عايزين نقول للساده المشاهدين احنا مشتكرين جدا في ثقه حضراتكم وثقه اهل الخير في مشروع صكوك الاضاحي الخاص بوزاره الاوقاف. يمكن الاستاذه هدير المشروع ده تم اطلاقه في 2015. بدايه مشروع صكوك الاضاحي بتاع الاوقاف تم اطلاقه في 2015 الى الان، وهو كل عام بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل اهل الخير وبفضل ثقه اهل الخير. 2015 يمكن احنا جمعنا 30 مليون، العام الماضي حضرتك جمعنا 142 مليون. يمكن الحمد لله احنا مستهدفين هذا العام ان شاء الله باذن الله تغطيه 2 مليون ونصف مليون اسره، سيتم تغطيه مشروع صكوك الاضاحي ليهم ان شاء الله باذن الله هذا العام. يمكن الامر المشروع اللي بتاع صكوك الاضاحي بتاع الاوقاف الحمد لله يمكن هو مثال كبير جدا للشفافيه والانضباط، لانه بيعظم ثواب الاضحيه. الانسان اللي بيدفع الصك ده بيبقى متاكد ان الصك ده هيتحول كله الى لحوم، ما فيش اي مصاريف اداريه نهائيا تدفع من هذا الصك، كل الصك كاملا يذهب الى المستحقين، وطبعا بيصل ليه في عزه وفي كرامه، مع الحفاظ ايضا بنخلي بالنا عشان خاطر البيئه، الذبح بيبقى في الاماكن المخصصه بعيدا عن الشوارع، وبيبقى كل هذا يصل بالتنسيق مع وزاره التموين ومزارة التضامن، ويصل الى الاسر الاولى بالرعايه على مستوى الجمهوريه. دكتور هشام، يعني خلينا برضو يعني نستفيد اكثر فيما يخص صكوك الاضاحي تحديدا، علشان نواجه هنايه الساده المشاهدين باهميه ده وازاي هو بيوصل للمستفيدين الحقيقيين منه. احنا هنا بنتكلم على صك اضحيه، صك الاضحيه موجود في كل البنوك المصريه الحكوميه، الخاص بصك اضحيه وزاره الاوقاف تحديدا بنتكلم على 2200 للمستورد و3600 تقريبا صك البلدي. عاوز اعرف من حضرتك الصك ده، لان في بعض الاراء وبعض الاشخاص اللي بيقولوا انه لازم يكون الشخص واقف بنفسه على الاضحيه. تمام، هو موضوع الاضحيه هو لو امكن ان الشخص ان هو يقف بنفسه على الاضحيه مفيش مشكله، لكن لو الانسان اللي مش هيستطيع ان هو يقف بنفسه وهو ينيب من يسمع عنه زي موضوع صكوك الاضاحي، فهذا شيء اعظم، لانه هو متاكد ان كل هذه اللحوم التي هو يعني قام بالتضحيه فيها واوكل فيها وزاره الاوقاف كلها تذهب الى الفقراء والمساكين، وده بيعظم الثواب بتاع الاضحيه. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا لما بنتكلم بنقول ان احنا عندنا 2200 بصك المستورد، عايز اقول لحضرتك المستورد مش معناه ان هي الرؤوس الارقام بتاتي حيه من السودان وتصبح هنا في اسوان في ابو سمبل، فهي تاتي حيه، يعني ليس اللحوم كلها مستورده، لحوم مجمده مجمدة أو في مكان. وضحت النقطة يا دكتور، بنشكر حضرتك دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وكل سنة وكل المصريين بخير وصحة وسلامة دايما يا رب، وعيد مبارك علينا جميعا بإذن الله. يا رب، اللهم آمين.